يسعد لي اوقاتكم شباب وصبايا، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. سوري مقرب كتير لانه تعرفوا بالمحل الصوت ما كتير زياده. على كل حال اليوم معنا تاتو. قبل كل شيء بدي اتشكركم على وصولنا للالف. هذا كله بفضلكم، يعني انا من دونكم يعني مستحيل اقدر اوصل، ولا اي يوتيوبر بيقدر يوصل لأي شيء له هدفه مثلا او اي هدف له فيه. انا كثير مبسوط اني عم شوفكم مبسوطين باللي عم بعمله، وانه عم تستفيدوا باللي عم بعمله، و فهمتوا علي. اول شيء بدي اتشكركم وقلكم ان شاء الله يا رب رح يعني اقصر معكم باي شيء. كل شيء بخصه بالتاتو، بخصه باي شيء حنحكي فيه وحنسويه وحننفسه. عملت لكم هالتاتو انا من كم يوم اللي على الايد، وقطعت بعد يومين ثلاثه وما عادت صورت لانه بس هيك يعني تعب وظرف صغير. على كل حال اليوم بدنا نعمل شجره كريسمس سابا او شجره الميلاد. حبيت صراحه ان انا عم ساويها وانا عم زبطها وانا عم رتبها وانا عم بهيدا ساويها معكم انا وياكم. فخلونا نبلش فيديو. صراحة كان بدي اعمله انا من فترة بس صار معي شوية ظروف، فهلأ هشتغل فيه وهلأ حنعمل. Yeah. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games. يعني كتير كتير عن جد متعبة. بدنا نعملها حبة حبة. بدي فتح هدول الخصوم كلهم، بدي فتحهم واحدة واحدة وعلق فيهم بولات من الكبار من تحت والصغار، يعني اطلع وارجع اخر شيء وزعهم. بس بتطلع حلوة هلا، اخر شيء بتطلع كتير حلوة. My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Okay. سبان تقريبا خلصت، البولات تقريبا شرايطهم مقطشين، طلعت هون فاضية شوي بس يلا ما بقصر. ركبت عليها قضوية كمان، القضوية ما لقيت اللي بدي اياهم بس يلا ما بقصر. حلوة ويلا ميري كريسمس. اوكي عتمت الدنيا من ورا كتير بشعة لانه ما ضل في بول. هيون شايفينهم بالارض، هدول كلهم مقبعين الحبات، فزينتهم بالارض وحطيت القصص، حطيت هذا الوجه هون. بس اليوم والله كنت كتير تعبان، ما بعرف ايش عملت هيك، مع انه فايق من النوم
جسمي كتير 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 عم يجاني. طيب حبيب قلبي، خلصنا الشجرة، ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. بكرة بدي احكي بمواضيع كتير، موضوع الجيفاوي وموضوع جيفاوي تاني وهذا، والله يسعدكم يا رب. ولهون بنكون وصلنا لاخر الفيديو، اللي عنده اسئلة على اي شي يسألني بالتعليقات، وبحب يتابعنا على الانستغرام بيطلع الاكاونت هون. ويلا باي باي.